et Cap. Amiette et Cap. رجعنا لكم من جديد على راديو كابا فام. هذه أولاد الكاب نتواصل معاكم حتى للسبعة متاع العشية. معكم أشرف كردولي كوتي ميكرو وأحلى مزميتا في الإخراج الرقمي. سلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا 91.5 95.8 105.6. تسمعونا زاد على السيت ويب متاعنا www.radio.tn وإلا على الباج أوفيسيال راديو كابا فام. تتواصلوا معنا زاد لتدخلاتكم لمداخلاتكم معنا لتعليقاتكم على 31 379 566 وإلى زيادة على 31 379 567. أولاد الكاب في ساعتها الأولى تحديدا الـ 54 دقيقة موعدنا توا مع ريبونس إكسبريس مع كريم الزعتوري. كريم مرحبا بك أشرف. أهلا وسهلا بك خويا. لاباس عليك؟ الحمد لله. في فورم ولا؟ في فورم. بداية الأسبوع شنو؟ باهي لاباس. موافقة إن شاء الله. موافقة إن شاء الله ليك وللناس الكل. أي سيدي ريبونس إكسبريس شنو هي السؤال وشنو هو السؤال وشنو باش تجاوبنا اليوم؟ موضوعنا اليوم اخترناه لكم هو فكر سلبي يراود برشا ناس اليوم نشوفوه. هو علاش برشا ناس يخافوا من المستقبل. نشوفوا برشا عباد يفكروا بطريقة سلبية اليوم وسيطر عليهم التفكير السلبي وما يخليهم أنهم يلقوا حتى دي زوبستاكل في مراحل حياتهم المستقبلية. على خاطر يفكر بطريقة سلبية للمستقبل، خاطر كي يسيطر عليه السلب يولي هو ما عادش ينجم يخمم بطريقة صحيحة وما عادش كل شيء يشوفه فلو ما عادش يلقى الحلول. واضح. جبت لكم اليوم كالعادة مجموعة من الأسباب التفسيرية والتوضيحية من موضوعنا. نبدأ بالسبب الأولين عنا عدم اليقين. ليه؟ عدم اليقين. ثم ناس يقول لك المستقبل ما فيهش أمان. عدم اليقين بالمستقبل شنو معناه؟ هو المستقبل بطبيعته غير واضح وغامض. الغموض اللي يحيط بالمستقبل هذا وبالدائرة المحيطة به شنو باش ثم عبيد يشوفوها حاجة تخوف. معناه هو المستقبل باش يجي كيما باش يجيب لنا حاجة خايبة باش يجيب لنا حاجة باهية، لكن بحكم هو مخه معدل على العسل باهية باش يولي يشوف معناه المستقبل فيه حاجة خايبة كاهو. لهنا يلزمنا نحاولوا نعدلوا أفكارنا ونحاولوا نخمو بطريقة إيجابية، نحاولوا نلقاو حلول باش نشوفوا حلول مستقبلية، مش باش أنا نخمو بطريقة سلبية ليه المستقبل خايب ليه. خاطر حد ما يعرف المستقبل شنو فيه. معاه كشر أكيد. هاني قلت لك هو غير واضح وغامض. واضح. باهي. نمشيو توا للسبب الثاني. الخوف من الفشل. ثم ناس تخاف من المستقبل على خاطرها تخاف من الفشل. سواء كان على المستوى معناه الدراسي او على معناه مشروع الشخصي نهار اخر يحب يحل بروجي ولا حاجه او حتى في مستقبله المهني. لهنا المشكله يبدا يحط انه باش يفشل، هذه حاجه خايبه، هو ديجا خسر الطرح. يعني هو شنو ثم في الفشل؟ ثم حاجتين، ثم الفشل اللي كيما نقولوا فيه حلول، فشل معناه فشل المحاوله ولا وثم فشل الاستسلام. فشل الاستسلام انك انت بطبيعتك داخل خسر الطرح لهنا انا كبر روحك بالضبط. ولكن فشل المحاوله هو اللي ادى للنجاح. علاش؟ على خاطر انت بطبيعتك ما عندكش فكره الفشل في مخك، حتى فشل تعرف المره اللي بعدها راك باش تنجح. لهنا تكمن القوه نتاع المخ انه يفكر بطريقه صحيحه بطريقه ايجابيه. ما لازمش نخليه الافكار السلبيه تسيطر على مستقبلنا في الخدمه في القرايه في اي حاجه. واضح. باهي باهي. توا الخوف من التغيير. الخوف من التغيير كيما ثم ناس يخافوا من الفشل في المستقبل، ثم ناس تخاف من التغيير، ثم ناس تعيش في زون دو كونفور. فهمت كيفاش؟ يعني ما تحبش تخرج من زون دو كونفور نتاعها. مثلا ايتيديون مازال كي يتخرج ليسونس ولا ماستر ولا اللي هو وبدا في رحله البحث عن عمل في الدومين نتاعو. لقى الدومين نتاعو اليوم ماهوش مطلوب مثلا في السوق، ولا ما نقولوش مش مطلوب، نقولوا مثلا ما يخدموش فيه برشا عباد، فيه برشا مناظرات يدخلوا مثلا يعدي مع 8000 ولا 7000 واحد. يعني حتى كان باش ينجح فرصة النجاح تكون ضئيلة. تكون ضئيلة بالضبط. لهنا هو ما يلزموش يقف يقول لي مثلا مش خدم ولا لي انا ما يلزمو. لهنا يخمم بالصحيح شنو مثلا يعمل؟ يغير الدومين نتاعو، يمشي يعمل فورماسيون في حاجة أخرى مطلوبة في السوق شو ينجم يخدم بها، ما يسلمش في الدومين نتاعو، يقعد عادي في الكونكور، ولكن في نفس الوقت يمشي يحاول يعمل حاجة أخرى، ده شيء مثلا تخدمه لين يلقى خدمة في الدومين نتاعو.
فهمت الفكرة؟ فهمتها بالضبط. يعني لهنا فكرة التغيير هو شوف المستقبل راهو باش يجيب لنا تغييرات في الحياة الكل إيجابية ولا سلبية. احنا ربي خلق لنا العقل هذا فيه حكمة وفيه معجزة، معناه ينجم يتأقلم مع أي حاجة في الدنيا. يعني أنت ريت مخك يلزمك ديما تكون متأقلم مع أي تغيير يسالك في الحياة. مفهوم واضح. باهي نمشي طول السبب الموالي اللي هو التجارب السلبية السابقة. يعني الحاجة القديمة. بالضبط. واضح. يعني القديم الماضي يخوفك من المستقبل. بالضبط. أنا عاني باش نعطيك زوز أمثلة معناها. نبدأ بالمثل الأولاني. إنسان مثلا ما نجحش سنة في البكالوري. العام الجاي باش يبدا يخمم يقول كي نعاود أنا نفشل. لا ما لازمكش تخمم هكاك. لازمك تقول لا باش ننجح. وحتى كان عاود فشلت تعاود. يعني ما تخليش أنت التجربة السلبية السابقة اللي صارت لك تخوفك من التجارب القادمة. نفس الحاجة في التجارب العاطفية. التجربة العاطفية كيف كيف فهم عبيد يعيش تجربة عاطفية فاشلة مع شريكه. نعم. في المستقبل يولي خايف. يخاف. يولي واهق. خايف شوية. ولا كان كي نعيش تجربة أخرى فاشلة ولا كي مثلا نتعلق به وتصير لي نفس الحاجات وندخل في ديبريسيون و و و. لهنا شنو يلزم يصير؟ تدخل أنت في العلاقة أما تكون معناه شد قرد أكثر من العلاقة الأولى. بذكاء. بذكاء واضح. تو نمشي للتوقعات العالية. التوقعات؟ التوقعات العالية. أنا عاني باش نعطيك إكزومبل للسادة المستمعين أكيد المغرومين بالكرة تيفهمون. كيفاش؟ شنو معناه كي يقول لك إيكيبا فرض على إيكيب الأخرى الضغط العالي. الأخرى إيكيب الأخرى اللي مفروض عليها الضغط شنو باش يصير في الأخر؟ باش تخسر. مش تقبل البونت. نفس الحاجة للإنسان مثلا يجي واحد يربط روحه كل سنة تلميذ مثلا لازمني نجيب 18 معدل ويضغط عليه روح راهو كيما ينجم يجيبها كيما ينجم يجيبهاش. يعني انت ما تخليش روحك ضاغط على نفسك لين يولي الضغط هذاك يولد لك حاجة أخرى يولد لك سلبيات. يلزمك انت خطوة خطوة. الإنسان ما بعمره يضغط على روحه في حد شيء على خطر لهنا تدخل في الأمور النفسية والثاني نجم يدخل في الاجتماعيات خاصة نحكي على العائلة. أي. مثلا ضغط العائلة بيني أنت تقول بطولة ما ضغط كورة بصراحة. ضغط العائلة أخطر من ضغط الكورة بصراحة. ما هو مثال باش نفسر بيه. ولكن هي الإشكالية اليوم ثم عائلة هي راهي يعني ما تضغطش على صغيرك بالضبط لدرجة أنك توصل ويوصل يخاف على يخاف من المستقبل. صحيح. هو راهو بالبونفو يجي يقولوا انت سنه كان ما تجيبش 18 حطوا تحت الضغط. مثلا مانيش باش نازلك تصيف ماكش تفرهد علاش تحت التهديد. هو يسخيل في روحه قاعد يعطي في موتيفاسيون هو قاعد يثبط فيه بالضبط قاعد يحط فيه تحت ضغط خايب وينجم يخلي له اثر سلبيه بقى. واضح. وينجم يعيش بالنمط هذاك حتى في حياته كيكبر يقول انا اليوم كان عندي كونكور ونفشل شنو يصير كان يعني ولي ديما خايف من المستقبل عادي وبعد قبل الله صحيه تديش نحب نفسر واضح نمشي توا لعدم الثقه في النفس السبب الموالي لهنا كي نقولوا عدم الثقه في النفس معناها عدم الايمان بالنفس انسان مش مامن بروحه حاط روحه باش يفشل ديما يحسب الناس خير منه ديما لهنا ما تدخلش في الفشل والنجاح راه نجم تفشل ألف مره وتكون ثقتك بنفسك ديما عاليه ما تطيحش هي ثم مقولة فلسفية يقول لك ليس هنالك إنسان ضعيف إنما هنالك إنسان يجهل مواطن قوته. واضح. يعني رو أي إنسان رو عنده مواطن قوة يلزمه يعرفها يلزمه يكتشفها في روحه وكيفاش يكتشفها في روحه بثقته يلزم الثقة دي معالي في الوقت اللي بشتيح فيه ثقة رو سيء راك خسر كل شيء. واضح. نمشي طول للسبب الأخير اللي هي مخالطة الناس السلبية. أيوة. لهنا مع كامل احتراماتي معناها للناس اما مع الاسف ثم عبيد كي تقعد بحذاهم راهو ماكش تسمع كميه اون نيجاتيف كميه الموجات السلبيه يعطيها لك سيارة تحلك الميه في الركاب غدوه سيارة غدوه ما ثم شيء غدوه باش تصير عرب غدوه ما نعرفش شنو باش يصير ما تتاملش ما تدرش شنو بالضبط لين انت بيدك تروح حتى تبدا بوزيتيف وفرحان من غير ما تشعر في قوه ديجا سيارة عديها لك كالانرجي نيجاتيف تروح انت من غير ما تشعر تخمم تقول علاش يا ربي ولي هذا ننصحكم خالطوا الناس الايجابيه خالطوا الناس اللي تعطيكم شحنة معنوية صحيح اللي تعطيكم حب في الحياة حب في المستقبل
راهي مهما كانت صعوبة الحياة، راهي الحياة راهي ديما بصعوباتها، يلزمنا ديما نحاولوا نكونوا إيجابيين، حتى كان جات حاجة سلبية نحاولوا نقاوموها. راهو هذيك هي الدنيا، ما ثمش ديما سلب وما ثمش ديما إيجابي، ديما فما طلوع ديما طلع فما منحة ديما طلع وهبط. هذيك هي الدنيا، مرة هكا مرة هكا، واضح. شو قلت مزيد الخلاصة؟ خلاصة موضوعنا اليوم، خلاصة موضوعنا اليوم، أمنوا برواحكم، سلحوا قدر الإمكان بالمعرفة، طوروا مهاراتكم باش نجموا تتأقلموا مع التغييرات اللي تصير في حياتكم، وتلقاو الآليات الممكنة للتأقلم. امشيوا خطوة خطوة، ما تضغطوش على رواحكم، كل شيء تواجي. خلطوا ناس إيجابيين يحبوكم في الدنيا وفي المستقبل. وآخر حاجة وأهم حاجة، ما تخليوا حتى شيء في الدنيا يزعزع ثقتكم، ديما ثقتكم خليوها عالية، لأن هي العامل الأساسي في تطوركم، في تطوركم وفرضيتكم في المجتمع وموصل طريق نجاح. واضح، شكرا لك كريم، يعطيك الصحة على الريبريك المزيانة اللي كل مرة تجيب لنا سؤال محلي على الآخر. يعطيك الصحة، نحاولوا نجحنوا للسادة المستمعين، سادة المستمعين، سادة المستمعين، سادة المستمعين، سادة المستمعين. شكرا لك، كان معنا كريم زاتور في فقرة ريبونس إكسبريس. احنا موزيكا.